يبدو أن سماء الكوريتين الشمالية والجنوبية لا تزال ملبدة بغيوم التوتر والهدوء الحذر الذي لا تكسر صمته إلا تجارب بيونغ يانغ الصاروخية لترد سيول بتدريبات عسكرية تقول إنها تندرج في إطار الجهود لتعزيز الردع ضد التهديدات المتطورة لجارتها الشمالية. كوريا الجنوبية ستشارك في تدريبات بيتش بلاك العسكرية متعددة الأطراف المقررة إجراؤها بأستراليا وفقا لما ذكره سلاح الجو الكوري الجنوبي. ومن المقرر أن يغادر سرب من الطائرات المقاتلة من طراز KF-16 القاعدة الجوية في مدينة تشونغجو على بعد 147 كيلومترا جنوب سيول إلى أستراليا في وقت لاحق للمشاركة في التدريبات. وأضاف سلاح الجو أنه سينشر الطائرة الناقلة من طراز KC-330 ونحو 130 فردا لسلاح الجو في التدريبات.